في الفيديو ده هنعمل شكل لطيف وجميل جدا، شكل النجمة ده. دي نجمة خماسية بخمس ورقات، طبعا من غير قص ولا لزق ولا اي حاجة، هتعجبكم ان شاء الله. في الفيديو ده هنعمل الشكل الثالث، هنعمل شكل النجمة الخماسية اللي انتم شايفينها ديت، شكلها لطيف وجميل وبتتعمل بخمس ورقات، ما فيهاش قص ولا لزق ولا اي شيء. هتشوفوا اليونت بتاعتها دلوقتي، هنعمل اليونت بتاعتها دي برضو ورق 20، تمام، اتنين لون. هبدأ اعمل فالي فولد على الظهر كده، عندي اربع نقط، واحد اتنين تلاتة اربعة، لو عندي الورقة اتنين لون هبدأ على الظهر، تمام، او ابدأوا على الوش زي ما تحبوا، بس عشان تطلع بالشكل ده تبدأوا على الظهر. هبدأ طبق نقطتين على بعض كده، وبعدين في النص، وامشي يمين وامشي شمال، خلاص، واكد على الخط، اعمل فالي فولد يظهر لي الخط اللي في النص ده، وبعدين برضو اجيب اول واخر نقطة فيه كده بالشكل ده هوت، وطبق برضو خلاص هوت. يبقى انا قسمت الورقة اربع مثلثات، اقلب الورقة، تمام، من غير ما اقلب الورقة ممكن على نفس الوش اللي انا فيه ده ابدأ اطبق الخطوط المايلة ديت، تمام كده هوت، على الخط اللي في النص، تمام، زي ما انتم شايفين كده، اظبط الخط على الخط اللي في النص، واللي قصاده برضو هظبطه على الخط اللي في النص، تمام، الشكل ده اوكي. وبعدين في الظهر ده الخط ده خط النص، أأكد بس أجيب أعلى نقطة لآخر نقطة تحت عشان أأكد على خط النص ده بالشكل ده هوت، تمام. وبعدين عندي الخط المايل ده يمين وشمال، الخط المايل ده يمين وشمال، هجيبه على الخط الايه المثلث ده، على حرف المثلث ده، تمام، بالشكل ده هوت. الناحية التانية برضو تمام بالشكل ده اهوت. انا جبت خط المايل ده وده خط ده، وبعدين اللسان ده او المثلث ده اطبقه مرة على الحرف ده، مرة كده يمين، تمام، بس لحد خط النص اهوت، اطبقه على الحرف بالظبط، وبعدين اطبقه لحد النص بس، لحد هنا، ما امشيش بيه للاخر، واكد على الخط. والناحيه الثانيه برضو اعمله كده، اظبطه اهوت على الخط بالظبط كده، وبعدين اطبقه برضو خط النص، تمام، بالشكل ده. يبقى انا عملت الايه حرف الفي ده او الايه ده، وبعدين الاطراف الباقيه دي شايفين حرف الفي اللي تحت ده او السبعه ده، هطبقه كله كله على خط النص، الخط اللي في النص ده طبقه عليه كده، وامشي بيه على امتداده، امشي بيه امشي بيه، هيظبط معايا الشكل فين، هيوصل لحد ايه نقطه خط النص كده، تمام. والناحيه الثانيه برضو طبقها على خط النص، تمام هوت، وامشي بيها توصل خط النص كده، تمام. وبعدين اقفلها على بعضها بالشكل ده، اقفلها، شايفين هتعمل ايه من هنا، اقفلها، هتعمل لي الرقبه ديت خلاص هوت، اظبطها على بعضها كده بالشكل ده
واكد على الخطوط برضو عشان تبقى ثابته عندي. هتكون الوحده بالشكل ده. باقي خطوه فيها قبل التركيب، شايفين دولت الاطراف ديت، طبعا مش هسيبها كده، فانا بطبقها عشان اداريها، اجيب بين النقطه دي والنقطه ديت، هطبق كده تمام اهوت بين النقطه ديت والنقطه دي، طبق كده. الناحيه الثانيه برضو بين النقطه دي والنقطه ديت، طبق حرف الزياده ده تمام اهوت بالشكل ده. وبعدين اقلبهم لجوه، خلاص اقلبهم لجوه كده تمام. وبعدين ادخل الطرف ده تحت دي، خلاص ها نتاكد منها في الناحيه الثانيه. انا عندي الطرف الزياده ده فيه زياده طالعه منه في الورق اصلا، فعشان اقلبها كده اقلبها كده، وبعدين ارفع الطرف ده وادخلها تحته كده، كده تبقى مظبوطه. انا كده خلصت يونت من الخمسه بتوع النجمه تمام. هنبدا نجمع نشوف تركيب النجمه دلوقتي مع بعض ان شاء الله بخمس وحدات. دلوقتي هنركب النجمه الخماسيه مع بعض اللي احنا طبقنا الوحده بتاعتها بالشكل ده، وزي ما قلنا انها خمس الوان تمام، بيكون شكلها لطيف. هنبدا نركبها مع بعض كده. عندنا نجيب نبدا وحدتين اهوت، نجيب الطرف فيه طرف طويل وطرف قصير، نجيب الطرف القصير هنا والطرف الطويل هنا، وافتح الطرف الطويل ده واركب فيه الطرف القصير كده لحد الاخر تمام، لحد الحرف هنا، وبعدين اقفل عليه يمين تمام وشمال تمام، واتاكد ان هو واصل لحد الاخر من هنا ووصل لهنا، وبعدين اقفل عليه كويس كده. ركبت وحدتين، ابدا افتح من هنا واركب وحده ثالثه اهوت تمام بالشكل ده، وبعدين اقفل عليها الطرف اليمين والشمال اهوت كده تمام، وبعدين اجيب واحده ثانيه كده اهوت زي ما قلنا الطرف القصير اهوت لحد النقطه دي لحد الاخر، وبعدين اقفل عليه من اليمين والشمال كده تمام اهوت مظبوط. كان بدا يظهر شكلها اهوت. وبعدين الوحده الاخيره افتح ده برده بالراحه كده، وبعدين اهو الطرف القصير زي ما قلنا، واقفل عليه يمين تمام وشمال. هيتبقى لي ان انا اقفل اخر قفله في الشكل، الطرف الخامس مع هنا افتح برده ديت بالشكل ده كده كده زي ما انتم شايفين. خلصت شكل النجمه، نجمه بخمس ورقات بالشكل ده. يا رب تكون عجبتكم، واستنوا الفيديوهات التانيه مع اشكال تانيه من فوانيس وزينه رمضان. شكرا.